صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في الجلسه الثانيه من اليوم الثاني في المؤتمر الخاص بمئويه ثوره 1919. هذه الجلسه مرة ثانية صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في الجلسة الثانية في اليوم الثاني في المؤتمر الخاص بمئوية ثورة 19. يعني كلمات قليلة قبل البداية وتقديم السادة المتحدثين، وكل منهم متخصص في المجال وفي الورقة التي سيقدمها. لكن الملاحظة التي قد يعني تستدعي مواصلة النقاش والبحث ربما في سياقات أخرى حول الاهتمام بمئوية ثورة 19. هذا الاهتمام ربما نحتاج إلى باحث اجتماعي يلتقط الإشارات والشفرات التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي ربما قد تحدث في مرحلة قادمة، ليرى لماذا حدث هذا الاهتمام من جانب قطاعات الواسعة في المجتمع وبالأخص للشباب ثورة 19. هذا الاهتمام له مؤشرات عامة. أحد هذه المؤشرات أن تصدر مجموعة من الإصدارات تختفي خلال 48 ساعة من ظهورها، لأن هناك قطاعات الواسعة في المجتمع اشتغلت هذه الإصدارات. أن يخصص صحيفة مثل القاهرة وصحيفة أخبار الأدب، وأنا بنفسي سألت وتتبعت هذا الموضوع ونفذت أعداد الصحيفتين في العدد الخاص الذي صدر بمناسبة ثورة 19، وهذا أمر لم يكن متعارف عليه أو معتادا على الأقل بالنسبة للصحيفة. الندوات التي تعقد في جهات مختلفة هو مؤشر آخر للاهتمام. الإصدارات التي تصدر حتى من دور النشر الخاصة والعامة التي وثقت هذه الظاهرة واحتلت مساحة من النقاش على مستوى الإعلام هو أيضا ظاهرة. امتداد هذا الموضوع للنقاش لمنتديات عديدة وبعضها يشعر بحالة من حالات الغيرة من الاهتمام في هذا الموضوع، يعني عندما يهتم بجهة نجد جهات أخرى، لدرجة أن يتحول الاهتمام بثورة 19 أو بمئوية ثورة 19 إلى أحد الفروض التي تحرص عليها المؤسسات المختلفة. فتلاقي دلوقتي السؤال الشائع داخل هذه المؤسسات: لماذا لم تفعل شيئا في ثورة 19؟ لماذا لم تفعل شيئا لإحياء مئوية ثورة 19؟ سواء كانت المؤسسات الثقافية أو المؤسسات العلمية. ده محتاج دراسة. الظاهرة دي تحتاج إلى دراسة. لماذا هذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ ولماذا الإقبال من جانب قطاعات من المجتمع وكثير منهم من الشباب على هذا الموضوع؟ هذا الأمر يحتاج إلى دراسة من بحث اجتماعي يحلل هذه الظاهرة، ربما يتجه إلى استخدام بعض أدوات البحوث الميدانية للتعرف على هذا الموضوع، نعرف إيه التشكيلة الذهنية والنفسية لقطاعات من الشباب داخل هذا المجتمع في نظرتهم لحدث مثل ثورة 19 بعد مرور 100 عام على حدوثه. لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع. هذه الجلسة التي لم يكن لها عنوان، يعني انا بحثت عن عنوان الجلسه، هو عنوانها في رقمها الجلسه الثانيه، لكن عندما طلعت يعني عناوين الابحاث طبعا الساده المتحدثين وجميع لهم باع في هذا الموضوع، وجدت انها تركز على الهويه المصريه.
والهوية المصرية هذا موضوع بالتأكيد كان محورا للسين في ثورة 19 التي شهدت بعثا وتأكيدا وإسراء وظهورا لهذه الهوية المصرية. ولكن أيضا الحديث عن الهوية المصرية لم يختفي خلال قرن من الزمن، يعني من ثورة 19 لغاية النهاردة نحن نتحدث كل يوم عن الهوية المصرية، نتحدث عنها في السياقات السياسية، نتحدث عنها في مواجهة تيارات سياسية، نتحدث عنها في مواجهة زحف من الثقافات المعولمة أو الاتجاهات الخارجية، يعني نتحدث عنها في سياقات كثيرة، بعضها ذو بعد تاريخي وبعضها ذو بعد سياسي وبعضها ذو بعد ثقافي. فالحديث عن الهوية المصرية ده حديث بلد الأهمية، وربما تكون هذه المناسبة فرصة لإعادة اكتشاف الذات المصرية بعد ما حدث خلال سنوات طويلة من نقدر نقوله من الالتباسات السياسية المختلفة والتي كانت ظهورها سنة 2012 و2013 عندما شعر المجتمع المصري أن هناك حديث وأن هناك خوف حقيقي على ما يمكن أن نطلق عليه الهوية المصرية. لا أريد أن أطيل، نحن نرحب بالسادة المتحدثين وجميعهم يعني معروف لديكم ولدي أبحاث ودراسات في هذا المجال. نرحب لو تسمح يا جماعة، أنا حطيت تليفوني محمول على سايلنت، كل حط سايلنت لو تسمح. أرحب في البداية بالأستاذة إسراء علي، وهو ليس تحيزا لها ولا أي حاجة لأنها اسمها هي نمرة واحد في الكشف عشان محدش بس يبدأ يبادر، لأنها زميلتي في مكتبة اسكندرية. أنا برحب بيها طبعا ترحيب مزدوج، ترحيب بالجيرة في العمل، وترحيب أيضا بالإنجاز البحثي الذي تقوم به. هي حاصلة على درجة الليسانس في لسانيات والترجمة من جامعة اسكندرية من كلية الآداب، وهي باحثة ماجستير في تاريخ وحضارة البحر المتوسط أيضا في جامعة الإسكندرية، وهي زميلة عزيزة في مكتبة الإسكندرية، محرر في الإصدارات التعليمية بمكتبة الإسكندرية في قطاع من القطاعات المهمة لدينا وهو قطاع التواصل الثقافي. نرحب أيضا بالزميلة التي تجلس إلى جواري، وهي باحثة أيضا مجتهدة، باحثة في الدكتوراه بقسم علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة القاهرة، وهي الجامعة التي تخرجت فيها يعني وأعتز بها. فلها أيضا من المعزلة ما لزميلتها العزيزة الأستاذة إسراء، وهي حاصلة على درجة الماجستير من قسم الاجتماع في جامعة القاهرة، وهي متخصصة في فرع البلد الأمنية وهو الاجتماع الثقافي، ويعطينا أيضا مساحة من تلاقي العلوم المختلفة. واحنا عشنا يعني في أصل التخصص الثقافي الضيق، فيعني جيد أن يكون هناك مساحات للتلاقي ما بين العلوم المختلفة مثل الاجتماع الثقافي. طبعا من يجلس على يميني هو لا يحتاج لتعريف، فهو أستاذ له صيت ومكانة في العالم العربي والدولي أيضا، هو الأستاذ الدكتور مسعود دار. يعني أنا طبعا يعني شرفت بالمشاركة معه في ندوات كثيرة، وهو كان ضيف عزيز علينا طبعا في مكتبة الإسكندرية وكثير من المؤسسات الثقافية. هو أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة اللبنانية، وحاصل طبعا على الدكتوراه من جامعة السوربون ودكتوراه الدولة من جامعة باريس الأولى، وأستاذ زائر في العديد من الجامعات الكبرى كان أحدهم جورج تاون، وحصل على عديد من الجوائز منها جائزة عبد الحميد شومان وجائزة أفضل كتاب في مجال الإنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 2000، وله كتابات خاصة في اليابان وأحد المتخصصين فيها، بل يكاد يكون ضرة المتخصصين العرب في هذا المجال، فهو عرف القارئ العربي الكثير عن النظام الياباني والمجتمع الياباني والثقافة اليابانية، وربما لهذا السبب وأسباب أخرى منحه إمبراطور اليابان الوسام الذهبي لنشر الثقافة اليابانية من مرتبة الشمس المشرقة في نيسان أي إبريل عام 2010. له 24 كتابا كثير منهم يناقش القضايا الاجتماعية والبنية الاجتماعية في المجتمعات العربية وبالأخص لبنان وبعض الدول الأخرى، ويهتم بقضايا التنمية
واهتم بالعلاقة بين المجتمع والدولة، واهتم أيضا باليابان التي صدر عنها العديد من الإصدارات التي قدمها لي المكتبة العربي. أخذت ترجمة اللغة الصينية. تفتح جديد. وأنا أحيي طبعا على الولوج إلى العالم الصيني واللغة الصينية. ترجمة هذا الكتاب باللغة الصينية. كان نفسي أبغى أسمعه. بس اليابان والعالم العربي. أهلا وسهلا بسيادتك. واحنا يعني سعداء بوجود حضرتك معانا وقمه الثقافيه والعلميه. اخر متحدث وزميل عزيز الاستاذ عبد المنعم محمد سعيد. احنا طبعا المتشابهات في الحياه العامه المصريه والبحثيه كثيره. في الدكتور عبد المنعم سعيد هو استاذنا طبعا في العلوم السياسيه، وفي الاستاذ عبد المنعم محمد سعيد وله ايضا دراساته في مجال التاريخ، وهو باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، وله مجالات بحثية كثيرة يهتم فيها في الفكر العربي الحديث، في التيارات الفكرية والأيديولوجية، في الإسلام السياسي، في تراث النهضة العربية، سيسيولوجية الثقافة، وده أيضا من العناوين المهمة، ده الالتقاء ما بين الثقافة وعلم الاجتماع والسياقات الاجتماعية للموسيقى، وده كلها يعني من المجالات التي نتمنى أن يزداد وينتشر فيها البحث حتى نرقى الذوق العام والثقافة العامة داخل المجتمع المصري. فهقد فرغت يعني من تقديم المتحدثين والتزم بالجدول الذي أمامي، وأعطي الكلمة الأولى للأستاذة إسراء علي في حدود ربع ساعة. أستاذ إسراء، شكرا. بس ما اتنشرش عالميا الا في التاريخ ده.
طبعا هو كان شايل التقرير الكلام والافكار بتاعته كان بيعبر عن وجهه نظر بريطانيه واضحه للمقاومه الشعبيه وعن الامه المصريه. ومن ناحيه ثانيه ده اللي حاولت اثبته من خلال الدراسه، ان رغم كده هو التقرير كان بيعبر كمان عن الامه المصريه، وان هو كان بيعبر عن وعي كامل للشعب المصري في الفتره دي. ليه تقرير لجنه ميلنر؟ التقرير كان ليه اهميات كتيره، ان هو زي ما قلنا ان هو كان الهدف المعلن ان هو بيحاول يوفق بين الاماني لمصر وبريطانيا، بس هو من ناحيه ثانيه بريطانيا كان من وجهه نظرها انها عايزه تحمي الجاليات والاجانب اللي موجودين في مصر، فقدمت دراسه وافيه من خلال الوثائق اللي موجوده عن الشعب المصري من نواحي كتير. كمان بريطانيا الثورة وشدتها كانت من الحاجات اللي خلت بريطانيا حست ان هي في مأزق وان هي لازم تحل الأزمة دي، فكان برضو اتحاد الوفد والأمة كانت هي بتحاول من ناحية تانية ان هي تحدث إضعاف او تفكيك للوحدة دي. اخر حاجه في اهميه التقرير ان هو الموضوعات اللي ظهرت فيه ان هو كان بيتكلم عن اللجنه وفكره ارسالها والخلافات اللي كانت موجوده في بريطانيا من ناحيه تانية، سواء بعد ظهور التقرير او قبلها. كمان اتكلم عن مظاهر المقاومه ومظاهر الحياه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه زي ما شفنا فيه، انه اتكلم عن نسب التعليم او الثوار وانتمائهم لفئات معينه. وطبعا الحاجه المهمه اللي كانت تعتبر من اهم النتائج السياسيه للتقرير ان هو كان له دور لصدور تصريح 28 فبراير بالجزء الاخير اللي بيتعلق بالمناقشات ما بين الحكومه البريطانيه والشعب المصري. الموضوعات والمصطلحات يعني والتعريفات اللي تطرقت لها في البحث، وحسيت ان هي دي يعني هتكون ليها اهميه في وجهه النظر دي. اول حاجه التحليل النقدي للخطاب، انا ليه اخترته؟ التحليل هو عامه تحليل الخطاب مش بيقتصر على الاعمال الادبيه او الاعمال اللي ليها علاقه بالادب، لكن هو كمان ممكن ينطبق على كتابات كتير، منها الوثائق عشان بيحاول من خلالها يظهر قضايا اجتماعيه وثقافيه مهمه زي قضيه الهويه. كمان ان هو اللغه نفسها ليها اهميه برضو، ان هي استخداماتها والالفاظ اللي بتبقى موجوده في الوثيقه بتحاول تظهر مظاهر الادماج والاقصاء اللي ممكن تبان من خلال استخدام اللغه. تاني موضوع، تاني تعريف هو موضوع الهويه. الهوية يعني باختصار طبعا هي تعريفها اكبر من كده، بس حاولت ابسطه ان هو حاجة الافراد بيحاولوا بيستخدموها عشان يعبروا عن انفسهم، وطبعا هي حاجة غير ملموسة بتعبر عن واقع افتراضي الافراد بينتموا ليه، فبتظهر منه الهويات السياسية، الهوية الثقافية اللي بتنقسم لهويات دينية وربوية وعرق. اخر تعريف تطرقت ليه هو الايديولوجيه، هي عباره مجموعه المعتقدات اللي بتظهر خلال السلوكيات اللي بتنتج يعني عن الافراد، واللغه كمان تعتبر من الوسائط اللي بتظهر هذه المعتقدات. البحث انا حاولت من خلاله اقدم اطار تحليلي لموضوع الخطاب السياسي. طبعا الوثيقه اللي اعتمدت عليها كانت الترجمه العربيه للتقرير مش النص الاصلي، وده برضو اخدته في الاعتبار لما جيت اتكلم عن نتائج البحث. كمان يعني اتقسم المنهج بتاعي ثلاث مراحل. أول مرحلة هي دراسة عمليات إنتاج الخطاب وسياقاته، وطبعاً بتكلم عن السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي والثقافي في الفترة دي من خلال دراسة المكان والزمان اللي صدر فيه التقرير، أهم التطورات السياسية اللي كانت في الفترة دي، سبب صدور التقرير والظروف اللي صدر فيها، لو كان في أي نصوص متعلقة زي ما أشرت لمعاهدات أو مشروع معاهدات بين الحكومتين،
مين هم اطراف الخطاب؟ هل التقرير ده كان صادر عشان متوقعين رد فعل معين، ولا هو كان مجرد تقرير يخدم مصالح بريطانيا فقط؟ كمان دور المخاطبين، وهل كان متوقع منهم مشاركه ورد فعلهم لما التقرير ده صدر؟ وبذلك في المبحث الاول اتكلمت عن فتره الحرب، يعني كانت بالنسبه لي اول نقطه تاريخيه بدات فيها هي من اول فتره الحرب العالميه الاولى، وكمان ده غطى التقرير، كان شايف ان هي دي من الاسباب الرئيسيه اللي حصل بعدها الثوره. القضيه المصريه ومؤتمر الصلح ومطالب الامه المصريه ان هي تشارك فيه، مظاهر التوكيلات الشعبية، مظاهر الثورة والمشاركين فيها، دور الوفد في خدمة القضية الوطنية من الخارج، اللي هي من ناحية ثانية استغلتها بريطانيا انها في نفس الوقت والوفد موجود خارج مصر، بعت البعثة بتاعتها عشان تتفاوض مع الشعب المصري دون وجود الوفد. مين هم اعضاء اللجنة؟ الخلافات اللي اشرت ليها بسبب التقرير. وأخيراً دعم بريطانيا للدخول في مفاوضات رسمية. المبحث الثاني هو دراسة الخصائص العامة للخطاب. ده أنا بتكلم عن الخطاب بشكل عام، عدد صفحاته، بتكلم عن الموضوعات وترتيبها، زي ما أشرت هل هو نص أصلي أم مترجم عن نص آخر، وهل خضع لأعمال تحرير زي ما اتكلمت عن الفترة اللي التقرير موقع فيها واتنشر فيها، هل ده أثر على النص نفسه ولا لأ، والفصول وتقسيماتها. وبالتالي أشرت طبعاً في كتابات عباس العقاد كان يتكلم عن خلافات في تغيير بعض الألفاظ زي الحكم الذاتي أو الأنظمة الدستورية، المصطلح أجنبي، فكل الخلافات دي حاولت أشرت ليها في البحث. آخر مبحث وده يعتبر يعني بيتعامل مع النص في حد ذاته، اللي من خلاله بحاول أتتبع مفهوم الهوية نفسه. طبعاً بحاول أتتبعه من خلال دراسة الموضوع الرئيسي، الموضوعات الفرعية، أهم الكلمات والعبارات والدلالة بتاعتها، هل التقرير ركز على موضوعات معينة وأقفل موضوعات تانية، طريقة عرض الموضوعات، هل استشهد بأحداث معينة، وكمان لو في تقنيات استبانة اللي هو بتحقق هدف الخطاب اللي هو بيكون تواصل بين فردين، وكيفية تمثيل الذات والآخرين. وبالتالي كان طبعا في اشارات كتير موجوده، زي مثلا في التقرير اشار ان هي كان في غوغاء، وان هم كان سهل تهيجهم، ان هم كانوا بيرددوا شعارات دون فهم معناها، فكل الحاجات دي كانت بالنسبه لي ماده غريبه تستحق الدراسه. كمان تركيز التقرير على نسبه التعليم، وان المتعلمين نسبتهم قليله قوي في مصر، ده كانت من الحاجات المهمة. أسباب نفور الفلاحين، وإن هو كان بيحاول ينفي إن الثورة كانت قريبة من الريف المصري. الألفاظ حاولت أحصرها إن هي كانت متعلقة بالثورة والغضب والعنف، كانت دايماً مرتبطة في الكتابة بتاعت التقرير بالأمة المصرية. فمنها مثلاً كلمات زي الغواء، الصبيان، الرعاع، الرداء الحربي، الهتاف، الصياح، الشرب، سفك الدماء، فكلها مصطلحات بتدل على العنف. في مقابل مصطلحات اخرى كانت دايما مرتبطه بالحكومه المصريه الى حد ما، وكل من ساند اللجنه في دورها، زي مثلا النظام البديع الذي حافظ عليه البوليس، رجال العسكريه، كلمه مساعده، الحفاظ، دايما دي اللي كانت مصطلحات مرتبطه مع الطرف الاخر. واخيرا يعني هو انا حاولت من خلال الدراسه دي ان انا اركز على اهميه الدراسات البينيه، اللي هي مش مجرد ان انا بدرس وثيقه تاريخيه من ناحيه تاريخيه، لا، اهميه دخول مناهج اخرى في الدراسه التاريخيه زي مناهج تحليل الخطاب، في وثيقه مهمه زي وثيقه لجنه ميلنر، وان احنا مش مجرد الكلام لما بيتقرا للوهله الاولى ممكن يحمل اكتر من معنى، وده اهميه اللغه في الدراسه حاجه زي كده. شكرا. شكرا جزيلا للاستاذه.
الصراع هي على هذه الإطلالة المهمة وأيضا على التزامها بالوقت. هي طبعا طرحت قضايا تتعلق بمسألة تحليل الخطاب، وتحليل الخطاب من الموضوعات المهمة يعني الذين يعني يعملون في حق العلوم الاجتماعية بشكل عام يعرفون أن تحليل الخطاب مسألة أساسية يعني، لأن الخطاب واللغة إنما تكشف دنيا التفكير، واللغة ليست أمر يعني منبت الصلة عن الفكر بشكل عام، وجيد أن تقوم ببعض المقاربات اللي قامت بها حول كيف يصف الذات وكيف يصف الآخر. دي كلها نقاط بالغة الأهمية ربما نعود بها في النقاش بعد ذلك. ننتقل إلى المتحدثة الثانية الأستاذة سمية علي بطل، وسوف تتحدث عن ثورة 19 وتأسيس الهوية الوطنية المصرية. في المواصلات العامة في المترو بموجب 21 مقابل.
البيانات، بس في البدايه البيانات دي تنتمي لمجال الثقافه الشعبيه، والثقافه الشعبيه هي ثقافه عامه الناس، ويعرفها ميشيل تيسيرتو بوصف ان الثقافه الشعبيه هي الثقافه الاعتياديه للناس الاعتياديين، اي ثقافه تصنع يوما بعد يوم من خلال الانشطه العاديه المتجدده يوميا. كان تدريب المقابله فيه حوالي 5 اسئله. السؤال الاول، انا اسمحوا لي برضو انا هعرض بعض السرد اللي انا تلقيته من الناس في الدراسه. فالسؤال الاول كان بيقول سنه 19 بتفكرها بايه؟ فالاستجابات اللي جاتني 14 مشارك قالوا بتفكرنا بالثوره، وخمس مشاركين قالوا بسعد زغلول، ومشاركين اثنين قالوا بالاحتلال الانجليزي والثوره دي. ولما طرحت عليهم السؤال الثاني تفتكر الثوره دي قامت ليه؟ جت الاستجابات برضو علشان يرجعوا عشان يدخلوا الانجليز اللي كانوا محتلين مصر، ده موجه 9 مشاركين، وخمسه قالوا علشان يرجعوا سعد زغلول من المنفى، وأربعة مشاركين قالوا عشان معترضين على الظلم اللي واقع عليهم الانجليز والمقاولين، واثنين مشاركين قالوا علشان عايزين سعد زغلول يحكم مصر. لما انتقلت السؤال الثالث، كانت الثورة دي وقتها عبارة عن ايه؟ كانت الاستجابات كانت عبارة عن مظاهرات زي دلوقتي، كانوا يتجمعوا في طريق عن طريق المنشورات ويخرجوا يهتفوا ويقولوا سعد سعد يحيى سعد، ويا عزيز يا عزيز كوبا تاخد انجليز، وقدموا ممكن 11 مشارك. وخمسة مشاركين قالوا كانت صفية زغلول عاملة حركة نسائية كبيرة علشان يرجعوا سعد زغلول من المنفى، فكانت تحشد الستات هي ومنى شعراوي ويعملوا مظاهرات ويهتفوا برضه نفس الهتافات سعد سعد يحيى سعد، والشعب كله ايد واحدة مسلم ومسلم. وست مشاركين قالوا كانوا بيقوموا بعملية خطف لضباط الانجليز وهم راجعين من الكباريه وساعات كانوا بيقتلوهم. واربع مشاركين قالوا كان الطلبة وهم خارجين من المدارس بتاعتهم والجامعة يقوموا بمظاهرات ويهتفوا سعد راجع ليه. وفي اثنين مشاركين قالوا كانوا بيحرقوا الانجليز المعسكرات بتاعتهم. وعند انتقال السؤال الثالث، هل الثوره حققت اهدافها وليه؟ المشاركين استجابتهم كالتالي، 8 مشاركين قالوا لا مش كل اهدافها اتحققت عشان الناس رجعوا سعد زغلول من المنفى لكن ما مشوش من مصر. و9 مشاركين قالوا لا طبعا زي كل ثوره بتحصل في مصر اتضحك عليهم والانجليز قمعوهم وقتل شباب كتير لانه طبعا كان في اخوان مصريين بيساعدوا الانجليز ومستفيدين منهم. ومشارك واحد قال لا ما ينفعش يقول انها فشلت او نجحت لان وقتها كانت مصر مختلفه عن دلوقتي وكانت مطالبهم بسيطه، كانوا عايزين سعد زغلول يرجع والانجليز يمشوا، يعني كانت عيشتهم مرتاحه ما طلبوش لا بعيش ولا بحريه ولا بعداله، وكانت مشكلتهم محدوده في الانجليز بس. وثلاث مشاركين برضه قالوا نجحت الثوره نجحت على عكس الثورات الشعبيه في مصر لان الانجليز مشوا بعدها بكام سنه ولان هدفهم كان واضح والعدو ما كانش مصر. ولما تطرقنا للسؤال الاخير، ايه هي المصادر المعرفيه عن الثوره دي؟ كانت استجابات متعدده برضو، واهم المصادر المعرفيه كانت بالنسبه للعائله بتاعتي كانت المسلسلات التلفزيونيه القديمه التي تناولت حقبه زمنيه، وبعض المشاركين كانت مصادرهم المعرفيه من كتب التاريخ، وركز بعض المشاركين على المسلسلات الاذاعيه وذكروا مسلسل فرحه. الاستخلاصات بقى، بعد اللي نزلنا وعملنا وحللنا البيانات لقينا نجد ان الذاكره الثوره 1919 كانت السبب بشكل كبير في رموز وشعارات الثوره، حيث تذكر المشاركين رموز الثوره مثل سعد زغلول وصفيه زغلول وهدى شعراوي، كما تذكر المشاركين بعض هدافات الثوره مثل سعد يحيى سعد كما ذكرنا من قبل. هذه الذكريات المترسبه في وعي الشباب من دون غيرها من الذكريات، لان كان في طبعا شخصيات ثانيه غير الشخصيات الوطنيه بس ما كانش مسلط عليهم الضوء وما ترسبوش في وعي الشباب. وبغض النظر عن صحه هذه الذاكره المترسبه او صدقها، هي عباره عن انعكاس لحاجات المجتمع الحالي وحاجات هؤلاء الشباب. الذاكره الجمعيه ليها وظائف تقوم بها من خلال عمليه التذكر. هي الذاكره الاجتماعيه هي نظام ثقافي ذو وجهين. البكر الاول ذاكره نموذج من المجتمع انعكاس مشكلاته وحاجاته ومخاوفه وذهنيته وطموحاته. الوجه الثاني ذاكره من اجل المجتمع، هو تاخذ من الماضي برنامج يحدد خبرات المجتمع ويوضح قيمه واهدافه.
وبالنظر للسيناريوهات المتجمعه الملامسات واحداث ثوره 19 في سقف الشباب من توزيع المنشورات ووسيله جمع الحشود واشكال مقاومه الاحتلال الانجليزي، وبرضه بغض النظر عن صحتها او صدقها، هي عباره عن درب من الخيال. الاحساس بالماضي والاستمراريه يتغذى داخل عقل الفرد بالتاريخ، فالاحساس بالماضي هو لسان حال العقل، هو نزعه اجتماعيه يتم اشباعها من خلال التذكر. ولما تخفق الذاكره بالامساك بالماضي او بعد فتراته بيجي الخيال بيكمل الذاكره في ذهن الناس. عند تأمل مصادر المعرفه لدى الشباب عن الثوره 1919 نجد ان الذاكره الجمعيه هي ذاكره ابداعيه، بمعنى انها تبدع وسائلها الخاصه في حفظ الذاكره، سواء كانت تنتمي هذه الذاكره الى الثقافه الشعبيه او الى الثقافه الرسميه. والخلاصه بقى ان الذاكره الجمعيه هي عباره عن اطار ثقافي قوي بيصنعه المجتمع او الجماعه الاجتماعيه ليؤدي وظائف هامه بالنسبه لها. الذاكره الجمعيه لها اليات واساليب ووظائف وخصائص، خصائصها الانتقاء والانتقال والاستمراريه والثبات والتغير، بمعنى ان ليس كل الماضي الذي تحفظه الذاكره يعني يكون صحيح، هي تنتقي منه ما يعوق الجامعه ويمثل لها قيمه واهميه. وفي النهايه بقى اتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور ايناس عبد الدايم رئيس مجلس اعلى الثقافه وزير الثقافه الحالي، والاستاذ الدكتور سعيد المصري الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه واللجنه الامنيه القائمه على المؤتمر، والاستاذ سامح فوزي رئيس الجلسه وجميع الزملاء والمشاركين والحضور للمؤتمر. شكرا. شكرا جزيلا للاستاذه سميه، هي مغامره بحثيه لطيفه ان انت يعني تعملي مقابلات مع بعض الشباب حول ما تبقى في ذاكرتهم عن ثوره 19 زي ما بيقولوا السيلف بيرسبشن بتاعهم على ادراكهم الذاتي. يعني اذا كان لي اتمنى عليكي، فانا اتمنى عليك ان انت تطوريها بشكل بحثي. يعني انا اعتبر ده نوع من انواع يعني المقارنات الاستطلاعيه اللطيفه في العلوم الاجتماعيه، بمعنى ان انت تسالي بعض الناس عن بعض تصوراتهم وادراكاتهم. لكن قد يكون في بعض النتائج انا اتوقع ان هي نتائج تصلح على عينات اوسع من كده، لكن لابد من توسيع نطاق العينه وتنوعها سواء كان على المستوى الثقافي او الجيلي او الديني او الاجتماعي، لغايه ما نفهم بالظبط كيف يدركون. لان انا اعتقد ان ده يعني في جزء كبير جدا من الشعبويه في التفكير، يعني ده ادراك نوع شعبوي ومبني على الثلاثيه بدرجه كبيره جدا، يعني ده الكلام اللي كان بيقال في افلام الثلاثيه، افلام نجيب محفوظ حول ادراكهم ايه لثوره 19 وعلاقتهم بالضابط الانجليزي والانتفاخ وبيعملوا ايه والكلام ده كله. لكن لا يعني يستند الى معرفه منظمه او ادراك حقيقي لما حدث. والدليل على هذا ان كل الذاكره دي متوقفه على بعض المشاهد واللحظات ولم تمتد لرصد مثلا او الايماءه الى علاقه ثوره 19 مثلا بقضيه زي قضيه الديمقراطيه وقضيه بناء نظام ديمقراطي وقضيه الدستور، يعني قضايا بالغه التعقيد صعب ان احنا نفصل بينها وبين ثوره 19، او ان انا اعقد عند مشهد ان في طلبه خارجين وبيضربوهم بالنار والرصاص الانجليزي ومش يعني دي كلها مشاهد اعتقد فيلميه اكثر منها مشاهد معرفيه. لكن المغامره جميله وجيده جدا ونحتاج الى التوسع فيها لرصد اتجاهات اوسع من الشباب كيف يفكر في ثوره 19 بعد قرن ومحدش عاشها ومحدش شافها ومحدش عاش التجربه باقي على قيد الحياه حتى هذه اللحظه. ننتقل الى المتحدث الثالث وهو الاستاذ عبد المنعم محمد سعيد، ويتحدث معنا حول الهويه والمتخيل السياسي تاملات في الهويه المصريه. بداية عندنا تصورين للهوية القومية، في تصور كلاسيكي لساني بيعتبر إن الأمم هي كائنات أزلية
ذاتية وأصيلة، وإنه إن هي حقيقة الأمة أو الأمة حقيقة تاريخية موضوعية قديمة أزلية بتتشكل مرة واحدة في التاريخ، يعني بيبقى لها جوهر ثابت بتتشكل مرة واحدة وإلى الأبد. الخطاب دوت هو اللي يميز كل خطابات القومية المؤدلة، يعني بيميز خطابات القومية العربية، بيشوف إن القومية العربية أو الأمة العربية هي أمة عريقة في التاريخ وقديمة. كذلك خطاب القومية المصرية، كذلك الخطاب المبنية السياسية، الخطاب القبطية السياسية، الهوية الإسلامية، كل ما كل أصحاب أو كل من يمتلك تصور مؤدلج بيعتقد إن الهوية ثابتة، بيحصل بس بالنسبة لهم بيعتقد إن هو بتيجي عوامل بتؤدي إلى إن هي تخفض أو إن هي تقل ظهور العوامل ديت، بيأثر على وجود هذه الأمة أو هذا الجوهر إلى أن يحدث إن هو بيحصل ظرف آخر مناسب إن هو بيعيد اكتشاف الأمة وإعادة بعثها وإعادة إحياها. ده تصور كلاسيكي ومؤدبي. في تصور تاني اللي هو تصور نقدي، بيشوف انه الهويه هي عمليه انشاء وليست احياء، وان مفهوم الهويه هو مفهوم متحرك. الهويه هي خطاب سياسي، هي بتخضع للتطور الاقتصادي، التطور الاجتماعي، بيتم توظيفها في حد ذاتها في السياسات، بيتم استخدامها كخطاب موجه، وان هي ما هياش حقيقه موضوعيه ثابته وازليه. بالنسبه لما نوصل عند لحظه يعني فيما يخص الهويه المصريه، لما وصلنا لحظه 1919 كان في مسار طويل حصل تطور لمفهوم الهويه المصريه الى ان وصلنا الى ثوره 1919 منذ الحملة الفرنسية ومحمد علي ومشروعه، رفع الطاقة وتأكيده على مفهوم الوطن ومفهوم الوطنة ومفهوم الأمة المصرية بدرجة أقل. الثورة العربية كانت ثورة قومية بامتياز، رغم محاولات نفي الصفة القومية عنها واعتبارها هوجة، لكنها كانت ثورة قومية بامتياز وهو ما اعترف به كرومر فيما بعد. بنظر لاحظ أحمد لطفي السيد وطه حسين من خلال الجريدة عملوا على تأكيد مفهوم الأمة المصرية وتشكيل الهوية الوطنية المصرية، وده خلال الفترة من 1907 لغاية 1914، وبعد كده هو بيتولى المسيرة مجموعة أخرى عبر جريدة الصقور، بيأكدوا على مفهوم الأمة المصرية وتشكيل الهوية الوطنية المصرية. فأثناء الحرب العالمية الأولى بتحصل تحولات مهمة للهوية المصرية، لانه اللي بيحصل انه حتى التيار اللي كان بيتبنى او بيخلط ما بين الوطنيه المصريه والجامعه الاسلاميه بيصل الى نتيجه انه هذا غير عملي، بما فيهم محمد فريد زعيم الحزب الوطني نفسه وهو في المنفى، بيصل الى نتيجه لانه الاتراك عايزين يرجعوا مصر الى 1840، وان هم لا يعترفوا بالقوميه المصريه، وان هم هدفهم ده محمد فريد نفسه اللي هو يعني قائد الحزب الوطني، وبيختلف بناء على هذا مع عبد العزيز جويش، وبيفترق وبيحصل تفارق كبير. بتيجي لحظه ثوره 1919 بيكون فعلا عندنا مسار طويل من تاكيد وترسيخ مفهوم الهويه المصريه. هو كان اللي حصل انه كان في تعامل براغماتي بيقوم به الحزب الوطني في قضية نسج ما بين الهوية المصرية بين الجامعة المصرية أو الوطنية المصرية وبين الجامعة الإسلامية. لحظة الثورة بيثبت إن هو الخيار ده فشل تماما مع هزيمة الدولة العثمانية وتفككها، بيبقى هو خيار قومي. الثورة كانت ثورة شاملة جماهيرية وكانت قومية، قومية بكل معنى الكلمة، كانت ثورة الأمة المصرية بكافة الطبقات. وكانت ثورة ضد الاحتلال الأجنبي، ويمكن اعتبارها كذلك ضد ما تبقى من أثر العثماني، وهو ما نجد صداه ووضوح في أعمال سيد درويش ومحمد طيور من الاستهزاء بالأتراك والأغاني الشعبية ذات الطابع الرديفي المصري. الثورة كذلك كانت ثورة نستطيع أن نقول علمانية ولو على مستوى النخبة، على الأقل على مستوى النخبة.
تصريح ساعه زبروك صحيح ممكن اتجار على مفهوم اهل الذمه اللي هو لهم ما لنا ولا عليهم ما علينا، لكن هو له تصريحات كثيره، والاهم من ذلك حركه الاحداث وتطورها اثبتت علمانيه الثوره. صحيح حدث تمايز بعد ذلك بناء على التنافس الحزبي، ومن الغريب ان الاحرار الدستوريين اللي هو الحزب اللي ضم النخبه الفكريه لمصر اخذ منحى طائفي، وظل الوفد هو المدافع الاول عن العلمانيه في السياسه المصريه طوال الفتره 1952. سعد زغلول نفى تماما وجود اي رابطه بين الثوره وبين القوميه العربيه، وان كان البعض يشكك في مقوله صفر زائد صفر يساوي اصفار، لكن له تصريحات كثيره بتؤكد بما لا يدع اي مجال للشك نفيه للقوميه العربيه واي ربط بين حركه الثوره وبين القوميه المصريه وبين القوميه العربيه. اذا اضفنا الى هذا او رجعنا للمخزون العام اللي هو من جماعه محمد عبده، نفس الجماعه اللي هو كان منها لطفي السيد، ونفس الجماعه اللي فيها حزب الامه اللي هم اشرنا اليهم سابقا، فده يؤكد هذا رغم التشكك في مقوله صفر زائد صفر وهي غير ذات معنى. حركه الثوره ما كانتش حركه دينيه، كانت سعد زغلول تصريح مهم في ابريل 1919 بيقول ليست حركه، يعني حركتنا ليست حركه دعوه الى جماعه عربيه. صحيح كانت اشاره الى موضوع العلمانيه، صحيح على مستوى الجماهير كان في تحركات دينيه ما نقدرش نفيها، لان هي دي من السمات الاساسيه في تاريخ مصر، ازدواجيه الدين والعلماني من محمد من ساعه مشروع محمد علي وصولا الى الحظات الحاليه. الزعماء المصريين في بحثاتهم عن الانجليز اكدوا على ان مصر اقدم بلد في التاريخ وانها تاريخ ممتد، واخذوا بياكدوا على مفهوم اراده شعب مصر والتاكيد على التميز الشخصيه القوميه المصريه وتميز الامه المصريه. في الفتره ديت حسب رصدي بيظهر اول مصطلح شخصيه مصر كمصطلح. الرصد عندي كان لأمين الخولي حسب رصدي. بيجي دستور 23 الاقباط بيرفضوا طبعا وجههم وتمييزهم كاقليه، والاحزاب اللي اتشكلت بعد ثوره 1919 كانت على اساس قومي، حتى الحزب الوطني نفسه فضل الارتباط مع تركيا. بنوصل الى انه الفكره القوميه العربيه تظهر في الثلاثينيات، والعلوم السياسيه بتطرح اسعار فكريه، لكن المفكرين المصريون الليبراليون بيرفضوا، يعني بيعتقدوا ان الفتح العربي لمصر والعصر الاسلامي اللي تلاه اضر مصر ثقافيا واجتماعيا، وان العرب والاسلام نزعوا مصر عن هويتها المصريه الطبيعيه التي يجب ان ترتكز على واحد من وحده، وبالتالي يعتبروا العقليه العربيه عاملا مثبته للنهضه المصريه الطبيعيه وتطورها، ورفضوا وجود اي رابطه سياسيه تربط مصر بالعرب، ورفضوا فكره الهويه السياسيه رفضا مطلقا. ولتعميق الوطنيه المصريه دعوا الى الاهتمام بدراسه حضاره مصر القديمه، والاهتمام بتعلم لغتها القديمه، وطوروا نظريه خاصه بقوميه مصر ذات اسس علمانيه، واعتقد ان الشكل الوحيد الذي يجب ان يسود التنظيم السياسي، يعني يجب ان يسود التنظيم السياسي هو المبدا القومي المصري. في سلسله طويله من الكتب ومن المقالات، يعني مواد صحفيه فعليا تتعدى النيات. في سلسلة من الكتب خطتها مجموعة من الكتب المصرية البارزة، كان موضوعها هو البحث عن هوية مصر، محاولة تحديد الملامح المميزة للشخصية المصرية. ما زالت تلك الكتب رغم الاختلافات البينية بينها روافد متعددة صبت في نهر واحد ممتد التأثير، بدءا من كتاب ثورة الأدب محمد حسين هيكل 1933 اللي هو كتير من مواده كان موجودة في السياسة الأسبوعية، وكانت أدب في إطار الدعوة إلى أدب قومي مصري من خلال الصحف كتير شركه البلاغات الاعمال السياسه الاسبوعيه والبلاغ الاسبوعي. مرورا بكتاب الثقافه المصريه طه حسين 1938 اللي بيؤكد فيه على توقف مصر او رابطه مصر ارتباط مصر بحضاره البحر المتوسط وليس بالحضاره العربيه. الادب المصري امين الخولي 1943 بنظر اصول المساله المصريه سوق وحيد 1950 مصر على انا عديت 52 سندباد مصر حسين فوزي 1961 سنه النشر حسين فوزي 61 صحيح، لكن حسين فوزي اللي من يطلع على الكتاب هيدرك تمام الادراك ان هذا الكتاب هو كتاب ثوره 19 بامتياز،
في كل مواده وفي كل تأثره، رغم انه النشر هنا عم جاء 61 سنة الانفصال، انفصال الانفصال الوحدة بين مصر وسوريا. الموضوع ممتد ومتأثر وبنوصل شخصية مصر من 1967، نهضة مصر أمر عبد الملك 69، الترجمة 81، وحدة تاريخ مصر 72 اللي هو ملامح الشخصية المصرية، وبعد كده ملامح الشخصية المصرية القاسم المسيحي رفعت عبد الحميد 74 اللي فصل فيه مؤلفه ما أجرمه حسين فوزي عن القومية المصرية في العصر المسيحي، وجاء استجابة أكاديمية لدعوة فوزي في سندباد مصري للاهتمام بدراسة الشخصية المصرية في تلك الفترة المنسية من تاريخ مصر. شخصية مصر من عمال في 82، شخصية وطنية مصرية طارق الحكيم 86، وغيرها من عشرات الكتب والرسائل الجامعية في الأدب والتاريخ والجغرافيا والاجتماع والأنثروبولوجي والمسيكولوجي. مئات المقالات وعشرات المسجلات الممتدة منذ أوائل القرن العشرين المتعلقة بقضية الهوية التي تعتبر وتصارع عند مواجهة الأزمات في منعطفات التاريخ، أو عندما تعترض سياق حركة التاريخ المصري أفكار ومشكلات وصراعات تدفع نخبائها وجميعها إلى التساؤل من نحن. شكرا جزيلا. الأستاذ عبد المنعم محمد سعيد على يعني هذه المداخلة الإشكالية يعني اللي طرحت عديد من القضايا الساخنة والإشكالية جدا عند الحديث حول موضوع الهوية، ولكنها أمر مطلوب يعني في هذا السياق. لكنه يعني من القضايا اللي لفت الانتباه ليها حقيقي، يعني مسألة ربما يعني بنتعرف عليها كثيرا، لكن فكرة الهوية هل هي يعني استاتيك يعني معطى دائم أبدي سرمدي لا يتغير، أم إن الهوية لها بعد ديناميك في حال التفاعل في حال التغير؟ طبعاً ونلخص الكثير من الصراعات التي تحيط بالهوية المصرية سواء كان الاتجاه القومي أو الاتجاه الإسلامي، وده أمر ممتد خلال القرن العشرين في منعطفات مختلفة يصعد حيناً ويغبو أحياناً، لكنه من القضايا شديدة الإشكالية حول التعريف بالهوية أو تعريف الذات المصرية. أعتقد أنه يبقى فيه مناقشات كثيرة حول المداخلة البحثية القيمة التي قدمها، ونصل إلى درة الختام أو مسك الختام كذا يقال. الأستاذ الدكتور مسعود ظاهر، وسبق تعريفه فهو أستاذ واختصاصي لبناني معروف في مجال الدراسات التاريخية وله باع طويل سواء في العالم العربي أو خارجه، وذكرت لحضرتكم في البداية كثير مما قدمه وأعيد التذكرة، فإن له عشرات الكتب ومهتم بالدراسات في اليابان، وترجم له كتابا باللغة الصينية مؤخرا، وهو مهتم بدراسات التاريخ، ونشكره على تشريف هذه الندوة، ونشكر طبعا المجلس الأعلى للثقافة على دعوته إلى هذا اللقاء، لأننا نريد أيضا أن نعرف كيف ينظر باحث ومثقف لبناني مرموق في دراسات التاريخ الى قضيه ثوره 19. شكرا سيد رئيس الجلسه، والشكر موصول الى كل من ساهم في اعداد ونجاح هذه الندوه الهامه جدا حول ثوره 1919 بما يفعل. اسمحوا لي بدايه ان ابرر العنوان ثورة 1919 وانتصار الهوية الوطنية المصرية قراءة نقدية. لماذا اخترت القراءة النقدية؟ البداية كانت مع كتابي هجرة الشوام إلى مصر، أو هجرة لبنانية إلى مصر هجرة الشوام، الذي طبع في عام 86 ثم أعيد طبعه في القاهرة في دار الشروق مؤخرا. في إعداد هذا الكتاب الذي لقى نجاحا كبيرا كنت معجبا جدا بتجربة محمد علي. فعلا نقل المجتمع المصري خطوات كبيرة جدا إلى الآن. ثم اتيحت لي الفرصة عام 89 لزيارة اليابان للمرة الأولى بمحاضرات عن تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع في لبنان. لكن في أثناء مؤتمر لما يسمى المستشرقين في اليابان، أي الذين يأتون إلى اليابان من كل دول العالم في أيار 1990
قدم احد الباحثين الامريكيين دراسه هامه جدا حول اثر اصلاحات محمد علي على دعاه التحديث في اليابان. فاجتمعت به وبعد لقاءات مطوله هو كان بعد روح الدكتوراه. سالته هل لديك وثائق حول هذا الموضوع؟ طبعا هناك وثائق كثيره. وبالتالي الموضوع يستحق الدراسه. عندما عدت الى لبنان استمريت في التواصل مع اصدقائي اليابانيين حول هذا الموضوع، يهمني هذا الدراسه. كيف تاثر اليابانيون بتجربة محمد علي. فتبين لي أن هذا البحث الأمريكي ترك الموضوع وصارت إلى موضوعات أخرى. فبادر أحد الأصدقاء اليابانيين ولماذا يقوم باحث أمريكي بهذا الموضوع ولا تقوم أنت أو أي باحث عربي آخر. فحدثت الفكرة وبدأت مسيرة إعداد بما أن الخلاف كبير جدا بين المجتمع الياباني والمجتمع المصري أو المجتمع العربي بصورة عامة. وطبعا كتابي النهضة العربية مركز بشكل أساسي على تجربة مصر، وهي التجربة الوحيدة في تلك الفترة تقارن مع النهضة اليابانية. فتبين لي أشياء كثيرة أخذها اليابانيون عن تجربة محمد علي والحاكم القوي والإصلاحات الداخلية والمنح البعثات الى الخارج والجيش القوي والدوله الغنيه، شعارات متقاربه كثيرا. ثم سالت نفسي لماذا نجحت اليابان ولماذا لم تنجح التجربه، او اين ما هي مكان الخلل الذي حصل في تجربه النهضه المصريه او النهضه العربيه بصوره عامه. ومن هنا إعادة قراءة نقدية للرؤية التي حكمت مسيرة التحديث في مصر في أيام محمد علي وخلفائه. في تجربة محمد علي كانت فادحة جدا باعتباره تحاشى القروض، لم تشهد مصر قروض بفوائد في تلك الفترة، تحاشى تأثير خبراء الأجانب وكانت له باع طولة في إجراء كثير من الأعمال في مصانع وبعثات ومشاريع زراعية. لكن النقطة المركزية أنه كان هو الحاكم الأوحد، وكان هو المزارع الأوحد، وكان هو التاجر الأوحد، وإلى ما شاء من أوحد. وبطبيعة الحال هذا جانب اساسي ان تقوم بنهضه بمعزل عن الناس او حتى على حساب الناس، لانه السكره كانت كثيره والمصادره والضرائب الى اخره. وحتى كان يخشى الفكر السياسي بصوره عامه، ويقال بانه قيل له ان ماكيافيلي صاحب نظريه في السياسه مهمه، فامثل في طلب كتاب ماكيافيلي الأمير، ولشدة حرصه على معرفة ما كتب ماكيافيلي قسم الكتاب عدة أقسام ووزعه على المترجمين. فجاء أول تقرير عندما قرأ أو قرأ له الموضوع قال أنا أنفذ هذا الكلام بدون قراءة ماكيافيلي. إذا هو متفرد في هذا جانب نقدي في العمل العام الذي قام به. لكن الأخطر ما حصل في نقطتين أساسيتين أيامه وفي أيام خلفائه. في أيامه أنه بنى جيشا قويا وقويا جدا في تلك الفترة، لكنه استخدم هذا الجيش في حدود خارج مصر، وكانت الفتوى عالية جدا على الشعب المصري وعلى حياة المصريين وحياة بمعنى الحياة الفردية والحياة الاجتماعية. استخدم هذا الجيش في حروب في اليونان، في الجزيرة العربية، في السودان، في سوريا أو بلاد الشام. والاعتقاد هنا أن التحديث جاء في خدمة العسكر.
داخل لبنان داخلها العسكر. جيش قوي ودولة غنية، وهذا الشعار طبق بنفس الكلام لليابان. ووقع فيه اليابان بعد 100 سنة على محمد علي، عندما احتلت مناطق واسعة جدا قرب اليابان بين الحربين العالميتين، ووصل بها الغرور أو التأثر بالقوة العسكرية، أن تحدث الأمريكيين في بيرل هاربر فتلقت قنابل ذرية، ونعرف النتيجة التي أوصلتها. وبالتالي أنا كتبت أن المعضلة اليابانية المعروفة عالميا هي المعضلة التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كان جزءها الأساسي التحديث في خدمة المجتمع وليس في خدمة العسكر. النقطة الثانية هنا أن خلفاء محمد علي لم يبقوا أوفياء للخطة التي أطلقها، فمنهم من أغلق المدارس، ومنهم أوقف البعثات، ومنهم من استخدم الجيش في المكسيك، ومنهم من قرر بإعطاء الترخيص لفتح قناة السويس دون تنبه إلى عواقبها. يعني هنا الانتقاد أنه أن يقوم الإنسان بأعمال كبيرة لكن دون تنبه بنتائجها السلبية على المدى البعيد. هذا الانتقام، أن تبني جيشا قويا وتحوله إلى جيش يقاتل خارج مصر ويدفع ثمنه المصريون، هذا من الأخطاء الكبيرة. أن تعطي ترخيص لقناة السويس وليس لديك قدرة على الرقابة، هذه مسألة كبيرة. ثم خلفاؤه يعني استغلوا فكرة التحديث وذهبوا في بها بالاتجاه المعاكس، أي أن التحديث هو بناء سليم بحاجة لأن يتكامل على خطوات تدريجية وليس الاقتباس عن الغرب ومحاولة تطبيق ما اقتبسوه من الخارج في أرض غير أرض غير خصبة لإنتاج ما هو جديد في هذا التحديث. فذهبت حركة التحديث بشكل غير سليم إلى تغريب، وبلغت أقصى مداها مع فدي إسماعيل الذي رفع شعار جعل مصر قطعة من أوروبا وليس من أفريقيا. وثمن هذا التصور جميل أن تبني بلد على الغرار الأوروبي وتكون تجدد المستنقعات وتقيم دار أوبرا وتقيم حدائق وتقيم قناديل الغاز والكهرباء وكل شيء جميل، لكن ما هو الثمن؟ الثمن هو القروض المتمادية وبفوائد فاحشة، حتى اضطر الخلفاء فيما بعد إلى بيع أسهم قناة السويس، وبدل أن تكون قناة مصرية أصبحت غير مصرية لأن الملكية أجنبية. ثم الملاحظة الثالثة هي هنا، الملاحظة الأولى استخدام فائض القوة في غير محله، الملاحظة الثانية السير بعملية التحديث نحو التغريب وليس نحو الحداثة السليمة، والنقطة الثالثة والخطيرة جدا في تلك الفترة عندما قام أحمد عرابي بثورته ضد الإنجليز، لم يكن له وضع داخلي، لم يكن له دعم داخلي كما حصل لثورة 1919، لم يكن له رضا من العثمانيين الذين وقفوا ضده، وواجه جيش أقوى بكثير، جيش البريالي هو الجيش الإنجليزي، دون أن يلقى مساعدة من أحد، وكانت النتيجة هزيمة الجيش المصري وحل الجيش المصري الذي استغرق بناؤه سنوات طويلة. وحتى من شعارات ثورة 1919 إعادة بناء جيش وطني في مصر. إذا هنا عملية تشبه مغلوب بالغالب، فبدأت الحركة الحداثة في مصر تصبح أسيرة ما يفرض عليها من الخارج، حتى باللباس والمأكل والحفلات والحفلات الخيل وكل شيء أصبح. وكان ينظر إلى الشعب المصري نظرة دونية من الأجانب، وفتحت أبواب مصر على مصراعيها
يعني لا ننسى بانه عند وفاه محمد علي لعام 1847 او 42 كان مصدر عدد سكانها لا يتجاوز 4 ملايين. فارض خصبه وغنيه ومدينه استقطبت جاليات من مختلف دول العالم، من بلاد الشام الى الارمن الى اليونان الى المغاربه الى الاوروبيين الى الاتراك الى الكبير. وهؤلاء اصبحوا سند مساعد للاحتلال البريطاني. يعني اصبح المواطن المصري له طبقتان على منه، طبقه الجاليات وطبقه الانجليز. وهذه كملت الاداره الاراده المصريه بشكل واضح. من هنا ذكر بالامس الاستاذ سمير مرقص انه المساله ترخص بثلاث ركائز النقديه. الحاكم الوافد يعني ليس مصريا، والحمايه العثمانيه التي كانت شكليه لان الدوله العثمانيه كانت في حاله انحدار شديد، واحتلال البريطاني. هذه النكبات الثلاث حلت للشعب المصري والاداره المصريه. وما فتره وسمعنا كثيرا سنوات الاربعين ما بين احمد ورابي وبين سعد الرود 40 سنه كانت فيها الحياه المصريه في حاله غليان. الشعب المصري تعرض لاهانه، الشعب المصري وجد حركه التحديث ذهبت باتجاه التحديث، الشعب المصري فقد درعه الاساسي للجيش الوطني، الشعب المصري اصبح مقيد بالقروض طويله الامد، والشعب المصري اصبح معظم المشاريع التي تقام في مصر لغير المصريين. وبالتالي هنا عمليه رد فعل الشعب المصري بدأ يقرأ بشكل نقدي هذه التجربة. لماذا حصلت كل هذه النكبات؟ هنا في هذه المرحلة بالذات ممكن استخلاص كل مرحلة محمد علي وخلفائه وأحمد ورازي بأن الأعمال التي أنجزت كبيرة جدا وزارت القيادات وبقيت إنجازات. كل القيادات ذهبت من محمد علي وخلفائه يعني ووصولا لاحمد ورابي نفلي، لكن هذه الانجازات اصبحت ملك الشعب المصري. فهي التي اسست في رايي لثوره 1919. اي ان الشعب المصري في تلك الفتره كانت لديه القدره على تلمس طريقه بوضوح، انه لا نفع مع قيادة سياسية غير مصرية، لا نفع من حماية عثمانية لا تجدي، لا بد من مقاومة الاحتلال البريطاني. فهذه الركائز الثلاث بحاجة إلى رموز. أول رمز المطالبة بالاستقلال. ثاني رمز المطالبة بالدستور. ثالث رمز التمسك بالهوية الوطنية المصرية. وبدأت هذه الركائز تتبلور، واستطاع الشعب المصري أن يحقق إنجازات حتى فاق التصور القادم. يعني باعتقادي أن القيادة أن الشعب المصري في ثورة 1919 كان أكثر تطورا وأكثر جرأة من القيادة السياسية. القيادة السياسية كانت مساومة تحاول أن تنتزع من الانجليز ما هو ممكن، السياسه فن ممكن كما يقال، لكن الشعب المصري بدون ان تكون لديه وسائل اتصالات كما هو اليوم واتساب وفيسبوك والى اخره، فوجد المجتمع المصري بكامله في كل مدنه وقراه في حاله غليان وفي حاله تقارب وطني لاول مره تشهده مصر بهذه الطريقه الرائعه. والتي كانت عبرت عنها خطوات عمليه، اعتقال بعض الضباط، اعتقال بعض الجنود، قطع الطرقات، مصادره بعض الاسلحه الى اخره. يعني هذه كلها تدل على ان الشعب كان واعيا جدا، وان كثره الدينيه
تعرضت لانتقادات شديده لانها لم تعد تصلح لقياده الشعب المصري ولا لقياده الحركه الوطنيه، وان الثوره الغربيه التي اسست لحركه وطنيه جامعه كانت تفتقد الى القاعده الشعبيه، اصبحت هناك قاعده شعبيه في عام 1919، وان سعد زغلول كانت له مواقف جريئه في انتقاد الانجليز لمؤتمر الصلح في باريس، وطالب مرارا وتكرارا بان مصر بحاجه استقلال تام، وفضح التدابير التعسفيه التي اتخذتها بريطانيا اثناء الحرب العالميه الاولى التي اوغت الحمايه العثمانيه الشكليه ووضعت مكانها حمايه بريطانيه ثقيله، وقاد مفاوضات بشكل دبلوماسي ذكي لديه خبره وحنكه واسعه، نال تأييد شعب تاسع، لأن شعار الاستقلال كان شعار مطلوب في هذه المرحلة بالذات، وخاصة لأن كل العالم في تلك الفترة تأثر بأفكار الرئيس الأمريكي ويلسون حول حق الشعوب في تقرير مصيره، وبالتالي من حق الشعب المصري أن ينال الاستقلال، أن تكون له سيادة وطنية، أن يكون له دستور، أن تكون له حكومة وطنية، مجلس نواب منتخب، وكل هذه الشعارات العصرية. وأدركت النخب المصرية وأذنت نقطة هامة جدا، أنه لا يمكن مقاتلة الإنجليز بالجيش أو بثورة مسلحة. أولا لافتقار الشعب المصري للسلاح، وصعوبة الحصول عليه في تلك الفترة، وصعوبة مقاومة الإنجليز كما حصل مع أحمد مرابي عسكريا. وبالتالي تحاشت تكرار تجربة أحمد مرابي، وخاضت المعركة بقيادة سعد زغلول ورفاقه على بشكل دبلوماسي سلمي. فقدمت ثورة 1919 نوعا جديدا من النضالات الناجحة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. فلم يعتمد قادته أسلوب الكفاح المسلح ضد الإنجليز الذين ألقوا الحماية العثمانية على مصر وأعلنوا الحماية البريطانية عليها، بل ركزوا على حركة جماهيرية واسعة هدفها تحقيق استقلال مصر وعدم التعاون مع الإنجليز والإصرار على قيام الدولة المصرية على أسس حديثة، على أسس ديمقراطية أي تقوم على الدستور وما شابه السيادة الوطنية. وأعطي بعض الاستنتاجات السريعة. أولا تمحورت أهداف ثورة 1919 حول إقامة دولة مدنية مصرية مستقلة ومتطورة تزود الشعب المصري على اختلاف طوائفه وطبقاته ومناطقه بالعلوم العصرية والثقافة الليبرالية والديمقراطية الحديثة. ثانيا أسست الثورة لمدرسة في التحرر المدني أكدت على شخصية مصر وهويتها الوطنية المتميزة، وحاولت الجمع بين موجبات الحفاظ على أصالة الشعب المصري والتمسك بتقاليده الإيجابية الممروسة من جهة، وبتراث مصر القديم والمتنوع الثقافات الفرعونية والعربية والإفريقية، إلى جانب انفتاحها على الثقافات العالمية المعاصرة. ثالثا أسست الثورة لمسار تاريخي جديد على قاعدة الهوية الوطنية المصرية الجامعة وتطبيق مقولات الحداثة السياسية السليمة في مصر، فهي ثورة سياسية بعيدة عن التعصب الديني أو العرقي وعن التقسيم الطبقي لفئة الشعب المصري. رابعا نظرا لدور مصر الطبيعي في العالم العربي، أدى تغريب حركة التحديث في مصر إلى كارثة شملت لاحقا جميع الدول العربية دون استثناء، فباتت العلاقة بين العرب والغرب الاستعماري علاقة استغلال بشر لا علاقة لها بالتفاعل والتطوير. ويعاني عرب اليوم عجزا فاضحا في الحفاظ على السياده الوطنيه والاستقلال السياسي وتحرر الاراده الوطنيه. وتعاني بعض دولهم نقصا حادا في الوحده الداخليه والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والامني. اخلص الى القول بالخاتمه، احدثت ثوره 1919 تطورا ملحوظا في مفهوم الهويه الوطنيه المصريه الذي حاولت السلطنه العثمانيه وبريطانيا طمسها لعقود طويلة. وتميزت التحركات المنطقية بسمات جديدة من حيث الدور الطبيعي للقوى الشعبية في النضال لإقامة دولة عصرية مستقلة وهوية مصرية جامعة،
وعمل قادة الثورة على إقامة نظام سياسي عصري وأسسوا لمرحلة سياسية جديدة تميزت بالنضج الاجتماعي والثقافي والسياسي، جعل مصر في طبيعة الدول العربية التي بنت مجتمع معرفة على أساس التعليم العصري والتكنولوجيا المتطورة. وساهمت الثورة في إطلاق نهضة ثقافية واسعة داخل مصر وفي محيطها العربي والإفريقي، وهي تعتبر بحق طليعة الثورات التحررية العربية التي خاضت معارك وطنية ناجحة ضد الاستعمار الأجنبي، وأعطت لمصر موقعا متقدما في دعم الكثير من حركات التحرر الوطني العربية والإفريقية. وشكرا. على هذه الإطلالة التاريخية المهمة التي وضعت ثورة 1919 في إطار مشروع النهضة في مصر منذ عصر محمد علي وما تلاه، وأيضا الحديث حول مسائل تتعلق بإشكالية النهضة، حل البيئة الزخم التغييري، تتعلق بقضية التحديث، تتعلق أيضا بنظرة المصريين إلى ذواتهم، تتعلق بأيضا القدرة على بناء نظام مدني ديمقراطي يقوم على المصطلح الذي قدمه وهو التحرر المدني، وده مصطلح يعني جميل وله عبير خاص ربما يستحق قدرا من النقاش. أنا متوقف قدامي 35 دقيقة، هتكون مجموعة من المداخلات من حضراتكم، وأعود مرة تانية للمنصة. أطلب بس من حضراتكم المداخلة لا تتجاوز أقل من دقيقة، ونحاول إن احنا نركز على القضايا الأساسية التي طرحت في هذه الجلسة. ثورة 19 ثورة مهمة واتناقشت امبارح واتناقشت النهارده وهتتناقش بعد كده. يعني أنا عايز بس إيه يبقى في مداخلات تتعلق بالأوراق المقدمة قدر المستطاع عشان نقدر نساهم في تطوير النقاش اللي موجود. فمعلش يعني ساعدوني في ده، وكمان نساعد الباحثين اللي قدموا اوراق مهمه، ونواصل النقاش حول هذا الموضوع المهم. حضرتك الفاضل ايه كمان اتفضلي. انا دكتوره نصرة من دار الوثائق القوميه. السؤال الاول للاستاذه سميه علي بطل، العينه اللي حضرتك عملتيها على الشباب اللي عملتها اليوم عينه من ثوره 19، ويا ريت تحفظي على الشباب دول. يعني انا بشوف في الجامعه اصلا بس عن ثوره 19، ثوره 52، حتى ثوره الهروه اللي هم عاشوها كانوا في ابتدائي او فتره اعدادي، لكن حتى ثوره يناير الطلبه اغلبهم ما يعرفش حاجه عن الثورات دي. فيا دول يعني انت 21 مقابله ما قابلتيش واحد ما قالكيش ما اعرفش لا سعد الزغلول ولا ثوره 19، يعني مش معقوله العينه كلها ايجابيه. سؤالي للدكتور عبد المنعم، كنت عاوز اعرف حضرتك موقف العرب اللي موجودين في مصر من ثوره 19 في حد ذاتها، والمناداه بالقوميه المصريه والرجوع الى اللغه المصريه القديمه، وغير من المناداه حضرتك عددتها في خلال الورقه بتاعتك، موقف العرب اللي موجودين في مصر من الكلام ده. دكتور مسعود، حضرتك اتكلمت طبعا بعيد عن ان سعيد هو اللي فتح باب الديون على مصر مش اسماعيل، ولكن السؤال من حضرتك لما قلت ان اسماعيل كان بيقول عايز مصر قطعه من اوروبا وليست من افريقيا، اوكي اسماعيل كان قدامه نموذج في اوروبا عايز يقول له مصر، حضرتك قول لي ايه النموذج اللي كان في افريقيا اللي ممكن اسماعيل كان يقول انا عايز مصر زي الدوله الافريقيه دي كدوله متقدمه بما انه كان بينظر الى التطور. السؤال الثاني لحضرتك، يعني انا مش عارفه دلوقتي حضرتك قلت ان الثوره 19 كانت كارثه على العرب فيما بعد ذلك، وفي الوقت نفسه بتقول انها كانت مبادره للثورات اللي ظهرت بعد كده في الثورات العربيه. طب ممكن نحدد الموقف؟ شكرا. شكرا جزيلا، اتفضل حضرتك. دكتور رزق نوري، باحث في مركز تاريخ مصر المعاصر دار القطب. انا بشكر المنصه وبشكر المتحدثين. انا بس هي مداخله بسيطه جدا، يعني اولا الدكتور عبد المنعم تكلمت عن تصوريات منهجيه لتفسير القوميه، لا في تصورات فعليه بتمارسها الاداره لما بتتكلم وبتستخدم الالفاظ وبتنطق الالفاظ.
تصورين بتوع، في تصور بتاع الاداره وفي تصور شعبي. السياسه الشعبيه اللي بتتكلم عن قدرات المصريين هو ده التصور القومي، بس ده تصور واقع فعلي للناس البسط. التصور الرسمي هقول مثل بسيط، تعداد النفوس. تعداد النفوس كان بيستخدم دايما بيميز بين المصري والتركي والشامي والمغربي والاجنبي. المثل الثاني مثلا 1884 لما اعلنت كليه المدرسه الحربيه عن حاجتها الطلبه، حطت الشرط الاول ان يكون مصري الجنسيه. يعني استخدمت لفظ مصري الجنسيه، لازم ينتمي للمؤسسه دي يكون مصري الجنسيه. الاستاذ الدكتور مسعود ظاهر، انت بتتساءل لماذا فشلت تجربه محمد علي؟ اولاد محمد علي واحفاده اثناء اجهاض التجربه 1840 كانوا شباب او بعضهم كان صغير في السن. فشل التجربه 1840 وانحصار فكره نشأة دولة قوية لمحمد علي أثر نفسيا على كل من حكم مصر حتى 52. كلهم يعني بيشوفوا اتجاه الوسطى في القوى الدولية والمحلية والإقليمية اتجاهها رايح فين، وبيسيروا في الخط ده ومش عايزين يخرجوا عنه، وإلا هيلاقوا مصير محمد علي أو إسماعيل، أو هيلاقوا بعد الاحتلال طبعا أصبح الوضع سيء جدا. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ أشرف. شكرا شكرا دكتور سامح، شكرا للمنصه. انا هحاول اكون مختصر بشده رغم يعني الشيء القضيه الجوهريه المطروحه الحقيقه في البلد ده متاكد. انا هركز بس من عند الدكتور مسعود، ومعظم النقاش يكون مع الدكتور مسعود الحقيقه، على تاكيد لفكره التحديث وليس الحداثة. هناك فارق شاسع بين المفهومين أو العمليتين. التحديث هو نقل بالفعل، هو لازم يكون نقل للتجربة من نموذج أرقى لنموذج آخر، أو ما يتصور أن نموذج أرقى لنموذج آخر في تصورات متعلقة بنظريات التنمية. فالمصطلح المتبع دائما في التجارب بتاعتنا هو مصطلح التحديث. المفهوم الثاني المهم فعلا في الورقه بتاعت حضرتك هي فكره الرؤيه النقديه. الرؤيه النقديه انا شايف في المؤتمر كده احنا ماشيين بشكل كويس جدا في ان احنا بنطرح رؤى نقديه في تطهير ثوره 19، لكن يظل في مساله تجربه محمد علي ونبخ الايتين وتطهير اساسياتين. النقطة الأساسية الأولى هو يعني على أي أساس بقول تجربة محمد علي نجحت أو فشل؟ على فشل في حلو الإمبراطوري الكبير، ولا فشل في بناء قاعدة لدولة مصر الحديثة؟ لو الحلم الإمبراطوري الكبير نعم، لأنه ودخل في معادلات دولية كانت تفوق قدرات حتى الدولة اللي كان يطمح لانه يقودها وهي الدوله العثمانيه. لكن لو نظرنا بقى بنظره تاريخيه ابعد شويه في اشكاليه العلاقه بين دوله الخلافه ومفهوم الدوله في الخبره العربيه الاسلاميه، وتحديدا منذ الخلافه العباسيه وما بعدها. لانه هنلاقي الخلافه شيء والدوله شيء ثاني. الدوله هي الدوله السلجوقيه، هي دوله المماليك في مصر، لكي محافظة اسميا على الخلفاء العباسيين الى ان جاء الحقبه الثانيه العثمانيه تطورت رجعت مره ثانيه في دوله المماليك. احنا في حاجه لتطليق النظر في تطور الدوله في المنطقه العربيه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. رفعت عبد الله كاتب وباحث. مداخلتي منصبة على حديث الأستاذ عبد المنعم والدكتور مسعود. إشكالية الهوية المصرية، وأنا مع إن الهوية مفهوم ديناميكي متحرك متطور وليس ثابت. تشكلت هوية المصريين القديمة بالوقود على ضفاف النيل، ومن ثم بناء المجتمع المصري والحضارة المصرية القديمة التي لها سمات
باقية إلى الآن، ولكن المصريين فقدوا هويتهم منذ الغزو الفارسي على يد قمبيز سنة 525 قبل الميلاد، وما تلاه من الغزو اليوناني ثم الغزو الروماني ثم الغزو العربي. في ظل دولة الخلافة العربية الإسلامية أصبح المصريون رعايا مسلمون أو ذميين محكومين من قبل حاكم معين من قبل الخليفة عليهم، وعليهم دفع الزكاة أو الخراج أو الجزية لغير المسلمين. المصريين تميعت وتشوهت هويتهم على هذا المدار الطويل من التاريخ، ولكن مع مقدم الحملة الفرنسية بدأ وعي جديد لدى المصريين. انعكس هذا الوعي في اختيار المصريين لأول مرة في العصر الحديث حاكم لهم في شخص محمد علي، وطردوا أو الوالي العثماني وهكذا. ترتب على هذا أسس محمد علي ما يسمى بالدولة الحديثة، التي أرادت أن تنفصل فعلياً عن الاستظلال بظلال دولة الخلافة الإسلامية وتكون دولة مصرية مستقلة. صادف هذا الحلم عقبات طويلة وصراعات مريرة وتدخل استعماري وغيره وغيره وغيره، ولكن تشكل وعي المصريين أن مصر كما قال لطفي السيد أن مصر للمصريين، ودي كانت النواة الفكرية اللي تأسست عليها ثورة المصريين الخالدة في سنة 19. الهوية المصرية يجب أن تكون مستقلة، نعم غالبية المصريين مسلمين، ولكن هذا لا يعني أن المصريين عرب، أن المصريين جزء من الكيان العربي. إيران دولة إسلامية كبرى ولكنها ليست عربية، إندونيسيا كذا الحال، ماليزيا كذا الحال وهكذا. إننا مصريون أولاً وأخيراً، وده الإنجاز الكبير مصريا، وده الإنجاز الكبير جداً الذي تمخض عنه ثورة 19 والبناء الفكري الذي كان وراءه. مع الاستقلال، مع تأكيد الهوية المصرية، الانطلاق إلى الدولة العلمانية التي تفصل ما بين الدين وبين السياسة، وفي شعار الدين لله والوطن للجميع. الدكتور الفاضل الدكتور مسعود اتكلم عن الخديوي اسماعيل، وقال الخديوي اسماعيل عاوز يخلي كان مصر قطعه من اوروبا، وده تغريب وليس تحديث. هل كان هناك نموذج اخر للتحديث او الحداثه بعيد عن الغرب؟ نعم الى الغرب استعمار، ولكنه ايضا حداثه وعقل وعلم وقيم ديمقراطية وعلمانية ولغوية. شكراً. شكراً جزيلاً. أنا كنت ضعيف قدامك، هو الكلام الجميل جداً ومتتابع. أنا ضعيف قدامك عشان عملنا تسجيل في وقت واحد إحنا الاثنين، فشعرت كده برابطة عاطفية ما قدرش أقطعك يا حي. شكراً. ربنا يخليك، تفضل. أنا اسمي الدكتور ممدوح الكرماني، أستاذ زراعة الأحزان ومعروف أخري كلية بلد. هو سؤال للأستاذنا الدكتور رضار والدكتور عبد المنان، مقولة لأحد شيوخ العيان لثورة 19 الأستاذ الدكتور حسين فوزي عليه رحمه الله في كتابه سندباد الحياة. هو بيقول السؤال ده للدكتور رضار، إن الاستعمار كان حتمية تاريخية، يعني أسرة محمد علي أيا كان وضعها وقتها، فكان الاستعمار ده طوفان يعني داخل على الدول الفقيرة والدول العالم زي ما بنسميها دلوقتي، لا يمكن مقاومته.
اخطاء او حصل اخطاء المستشار محمد علي او غيره، فكان اسم الاستعمار الاوروبي لافريقيا واسيا وخلافه. المقوله الثانيه قالها في الكتاب برضه ان خبرته في ثوره 19 هو شارك فيها، هو قائد كليه الطب، ان الاستقلال في حد ذاته في ثوره 19 المدى به الاستقلال التام لم يكن هدفا في حد ذاته، ولكن الذي يجب ان يكون هدفا في حد ذاته هو مقاومه الاستغلال في اي عصر في الداخل او الخارج. ما مدى صحه هذه المقوله للاستاذ الدكتور ياسين فوزي؟ شكرا. شكرا جزيلا استاذ الدكتور جمال شرف. العفو يا فندم. صباح الخير جميعا. انا بس بوجه بس برضه نفس السؤال اللي طرحته نصرة في سميه، لان احنا عملنا في جامعه الشمس سريان على 800 طالب، فكان الوعي صفر. صدقيني لما كنا بنسال ايه التحديات اللي بتواجه مصر ما كناش بنلاقي طالب حتى من طلاب الدراسات الانسانيه بيعرف يرد. ومش عايز اصدمك بقول لك مثلا كانوا يقولوا انه كان عندنا عنده كده مش عارف فلسطين كده ومعانا سلام خلاص بقى معاه ما فيش مشاكل. حتى كنا بنسالهم، وانا كنت في الوقت ده مدير لمركز الشرق الاوسط في الجامعه، هو في مركز هنا متخصص في دراسه قضايا الشرق الاوسط وهم عاملين قدام مركز؟ يقولوا لا ما نعرفش، احنا عندنا مشكله. وعشان كده مسك هذه المؤتمرات مهمه جدا لمحاوله تنميه الوعي التاريخي والسياسي والثقافي. فانا بس العينه اللي عندك دي عينه ملائكيه يعني فعلا، ارجو ان انت تراجعيها ولا تشوفي الناس دول مين بالظبط. الحاجه الثانيه انا مش عايز ادخل في اشكاليه الاول دكتور مسعود، بحيي حضرتك، انت بتطيل قضيه تستحق الدراسه، الشعب دايما سابق للقياده. دي حقيقه. واحنا عندنا في ثوراتنا بنلاقي الطروحات اللي بيطرحها الشعب، رغم يعني عدم علميه كلمه الشعب دي، بنجد الطروحات اللي بتطرح في الشارع السياسي المصري سابقه لقاده الثورات في كل ثورات على فكره، حتى في ثوره 19. مساله الهويه انا يعني ما اعرفش، احنا في المدارات اول ما حد يشوفنا انت مصري. فهو اتسالت انا ده كذا مره، انت مصري اول ما بس بتكلم معاه هو بيعرف منين انت مصري. تمام. لا ما هي السحنه دي ممكن تبقى فرعونيه وممكن تبقى عربيه، لان احنا وعشان كده انا عايز اقول انه الاجابه على من نحن دي بتتردد وقت الازمات وبتصار بالمناسبه بين النخبه الاخرى. يعني ما فيش حد في طبقات الدنيا هو عارف ان هو مصري، ما عندوش مشكله في دي. وحتى لما كنا في زمن المماليك كانوا عارفين في نهايات الفتره دي، كانوا عارفين ان هم مصريين بس كل واحد في حاله، وشعار الانا ماليه كان مطروح، وكلكم عارفين ان الراجل لما كان بيتحل دكانه كان بيطلع يقف كمقاطع في المشاريه وتغيظ وتقول له انزل محلك اتحرق، فيقول له انا مالي وانا لوحدي مصري. فكانت موجوده. ولذلك انا عايز اقول ان الهويه عمرها يا استاذ رفعت لن تتبدد، وان احنا شعب نتيجه لهذا العمق التاريخي شعب هاضم للثقافات. هو تعلم مساله التكيف والموائمه، لكن هو مدرك في قرار نفسه ان هو مصري. هو سبيكه على فكره، وهذه السبيكه مطروحه، مش سواء كان بقى من زمن الفراعنه او التاريخ القديم او يوناني او روماني او عربي، كل ده اندمج مع بعضه وشكل السبيكه دي اللي الكتالوج بتاعها مش معروف لغايه دلوقتي، السبيكه المصريه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دكتور اتفضلي. دكتور انا مش دكتوره، انا ندى قصاصه الحقيقه. انا بس عايزه اكد على، يعني عايزه اقطع مجموعه من الملاحظات التلغرافيه. طبعا الزميلتين الباحثتين، لكن الحقيقه هركز يعني على الاستاذ عبد المنعم سعيد والدكتور طارق. الحقيقه ملفت النظر جدا فكره الثنائيه في العالم العربي، ودايما الفكره اما او. فلما نيجي نتكلم عن الهويه، اما انها دبلوماسيه اما انها سبب، رغم انها
فعل تراكمي، وحتى يعني اللي بيتكلموا عن ديناميكيه فكره تكوين الهويه معترفين بانها مساله حاله من التراكم التاريخي، وبالتالي فكره نزع الهويه من سياقها التاريخي او القفز على المراحل واختيار مراحل محدده، ده نوع من انواع الفصل التعسفي اللي حاجه الشعوب الحاليه لا تعتمد بها ولا تاخذ بها. فاللي بيحصل انه بس النخبه صاحبه هذا الطرح بتعزل نفسها عن حركه التاريخ وحركه الشعوب. في مساله الهويه كمان في مساله العلماني والاسلامي، واعتقد انه مرحله الصراع ما بين الجبهه والطفران وبين طرابلس من قبل من ايام ثوره 19 في الاول ما بدات في حاله من النهضه الثقافيه، واعتقد انه من اهم الحاجات اللي عملتها ثوره 19 هو التاثير في الثقافه الشعبويه او الثقافه مفهومها الاجتماعي مفهومها الرئيسي، وكان فكره البحث عن الهويه مطروحه ونشات حاله الصراع ما بين الطرح الاسلامي والطرح العلماني. انا موافقه جدا على انه ثوره 19 كانت حاله بحث عن دوله علمانيه مدنيه، لكن خصوصيه الدين في تكوين الشعب المصري من الفراعنه ما اقدرش فيها في مواجهه العلماني. بس بالتالي مساله اما او دي محتاجين نعيد نظر فيها النقطه. يعني لانه الشعوب لا تاخذ بها. الشعوب زي ما قال الدكتور هي سبيل، هي بتطبخ كل ما يدخل عليها. الهويه العربيه لا تنفي اطلاقا الخصوصيه المصريه. مصر وصلت كل ما مر عليها من المراحل حتى الحكم، وبالتالي في خصوصيه ما اقدرش نقولها، والهويات بتكوينها التراكمي لا تلغي ما سبق. مساله برضو القوميه العربيه ربطها بالمرحله العثمانيه كمان في فصل تعسفي، يعني احنا محتاجين نعيد نظر ما بين فكره الاسلام المسلمين ما بين القومية العربية والتجارب التي ادعت أنها قومية. محتاجين أنه فكرة الطرح الإسلامي والعروبي ما تبقاش مرتبطة قوي بنماذج سواء في التاريخ أو في الحالة المعاصرة، لأنه ده بيخلينا نفصل بيننا كنخبة ما بين الشعب، لأنه جزء كبير جدا من تكوين العربية هي العروبة والإسلام، وبالتالي هذا الفصل بيأتي مساحه واسعه جدا للطيارات بعينها انها تطرح طرحها في هذا المكان، وانها تبقى الطرح الوحيد المقصود او صاحبه التاثير في العقليه العربيه وفي ثقافتها بعيدا عن الاطراف الاخرى. يعني اعتقد انه الدكتور حسن حنفي مثلا قدم جهد هائل في مساله المصالحه في مساله الثنائيات دي. اما طبعا الدكتور جمال حناد سعيد، الدكتور سعيد ربنا سعيد، انا اسفه في الاسماء، اعتقد انه كلاهما قدم جهد. الدكتور عبد المنعم حكى عن كمان في مساله الثنائيات فكره انه الكفاح المسلح بديل، او انه ثوره 19 قدمت البديل التفوقي لحركه الكفاح المسلح. كمان ده في حركه التاريخ في حركه الشعوب حقيقه ننتبه ليه، لانه لما بتبقى المساله تفوق بس وصلتنا في الى 4 فبراير 51 حادثه 4 فبراير 51 في حاله عسكره بس وصلتنا لثوره عرابي، اللي رغم انه ثوره عرابي كمان كان ليها رديف ثقافي امتلت معطل المدين، ودي من الحاجات اللي احنا يعني انا عارف ان انا تجاوزت. لا 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 هو طبعا يعني الكلام عليك مهم جدا وافضل من ناس كتير واخده دكتورات بالمناسبه، سالينا انا يعني انا عارف الجمهور، لكن انا بس عشان الوقت لان انا جالي اول يعني انذار اول، فايه فهبدا بس ندي فرصه للاخرين، وانا متشكر على مداخلتك القيمه جدا. حي اتفضل يا حبيبي. في الحقيقه انا هوجه كلامي الاول للاستاذه اسراء سميه بعتذر. بالنسبه للموضوع البحث بتاعك والعينه تحديدا،
العيله صغيره شويه بتاكل وقت لاعداد البحث او ايا كانت الاسباب يعني، لكن في شريحه جديده اتربت في المجتمع المصري على افيه فيلم الناظر، من هو قائد ثوره 19؟ ثوره 19 حصلت يوم 19 سنه 19، فده حدود وعيه وادراكه بثوره 19 هو افيه فيلم الناظر. لكن يعني الاجيال الاكبر شويه يمكن اللي اتفرجوا على ثلاثيه نجيب محفوظ سواء الفيلم او المسلسل عندهم الى حد ما معلومات مقبوله. لكن اللي لفتني هو من خلال الاجابات اللي قالوها لحضرتك ان في نظره تشاؤميه الى حد كبير في الردود، يعني احنا انضحك عليهم زي ما انضحك علينا وما كانش في خيانه، وكأن كل الثورات في مصر يقدر لها انها تنتهي بسبب ان اتضحك على الشعب وحصل خيانه فالثوره فشلت يعني، وده شيء لافت ومؤسف في نفس الوقت. بالنسبه لاستاذ الدكتور مسعود طاهر، التحديث اللي محمد علي وخلفائه قضوه وان كان خدم المشروع العسكري بتاعه بالاساس وبشكل واضح ما فيهوش جدال ولا خلاف، لكن هو فتح الباب لخروج بعثات من مصر للدراسه وغيره، وبعد عودتهم ده ساهم في بشكل كبير في حاله حراك ثقافي وفكري تشكل او ساهم في تشكيل اللي حصل في مصر، وكان يعني الحراك ده نما وتطور وترجم في 1919. وهنا السؤال بقى المهم، هل اللي حصل 1919 كان اساسه الفكري متبلور ام لا؟ لان لو تبلور ليه ما صمتش في 52 وانزوى واختفى وترك المجال مره اخرى للعسكر وفكرهم ومرجعياتهم وكل شيء يعني؟ فدي حاجه محيراني ومقرقاني، يعني ازاي يبقى في فكر ويسلم مره ثانيه لاتجاه فكر احادي؟ شكرا. شكرا جزيلا. اخر متحدث تفضل حضرتك. شكرا سياده الرئيس حسين البناوي. انا يعني هبدا لو تاذن لي تعليق على الشابه اللطيفه اللي هي عندها حماس منتقل، وعلى الاستاذه الفاضله اللي حضرتك وصفتها انها بالفعل يعني كلمه احسن ممن يحملون درجه الدكتوراه. الشابه الظريفه اللطيفه اللي هي علقت نيابه عن الشباب الامس في المؤتمر، يعني انا ارجو منك عدم استخدام مصطلحات دون التراوي، لانك استخدمتي كلمه العسكر في غير محلها وهذا خطا. اسمعيني للاخر، معلش انا عجوز فبديل، لا امبارح استخدمتيها خطا والنهارده برضه استخدمتيها خطا. نحن لا نحكم بالعسكر، وان النخبه الحاكمه حاليا هي نخبه من الشعب، والمؤسسه العسكريه في مصر هي مؤسسه عسكريه مصريه خالصه، ومصر ولاول مره في التاريخ الحديث تملك زمام نفسها بفضل المؤسسه العسكريه المصريه. فتحيه للمؤسسه العسكريه المصريه. هذه واحدة. السيدة الفاضلة الأستاذة الحقيقة اتكلمت عن الهوية، ولأن أنا ليا دراسة عن الهوية بصفة عامة، فلو تأذنوا لي بس في عجالة، لأن اللي حضرتك اتكلمت عنه رائع جدا وأضاف لي حقيقة، لكن أنا عايز بس أتكلم، أنا ليا دراسة متعمقة عن الهوية. الهوية في الحقيقة مصطلح زئبقي جدا، ولكن من يتناول الهوية يجب أن يتناولها من المداخل النفسية والمداخل الاجتماعية والمداخل الثقافية والمداخل الدينية والمداخل الأيكولوجية الجغرافية، يعني عشان الموضوع الأيكولوجيا ده هو الموضوع متسع شوية، ولا نتناوله كما جاء مع الدكتور عبد المنعم إما أو الكلاسيكي أو الغير كلاسيكي. لا، هو في الحقيقة تناول، يعني أنا آسف أن أقول التناول مخل، لأن هناك نظريات متعددة. إذا لم تعرف نفسك أنت بتعرف نفسك من خلال الآخر، ف
فبالتالي اين هي الهويه؟ تعرفها من خلال الاخر لان الاخر يعرفك من خلال نفسه. والهويه تغيرت بحكم الهجرات، فهل هذا يمكن قياسه؟ موضوع مستفيض لا نحده في نظريات كلاسيكيه او نظريتين فقط. الاستاذ الدكتور مسعود في الحقيقه انا ليا تعقيب صغير على حضرتك، لا يمكن تجريد الحدث التاريخي من سياقه او اي حدث في التاريخ من سياقه الزمني. يعني انا ما اقدرش اقول كان قدام محمد علي ان هو الحداثه والتحديث واخذ النموذج الغربي، لم يكن مطروحا انذاك وهي الحضاره الغربيه الطاغيه التي بدات وبزغت مع القرن 17 وسادت العالم، هذا هو النموذج الذي كان متاحا وكان التحديث بناء عليه. وشكرا. شكرا جزيلا على هذه المداخله، وانا اتصور يعني كان في مجموعه من المداخلات القيمه والاشتراكيه مع الاوراق التي قدمت، بس انا عندي كمان مداخله في نص دقيقه مش هطول. يعني زميلتنا سراء كلمت عن تحليل الخطاب، والاستاذ عبد المنعم اتكلم عن الهويه وهل هي ثابته هل هي ديناميك متغيره ثابته. الدكتور جمال ان شاء الله اثرت هذا الموضوع وحضرتك اثرت هذا الموضوع في مداخلات كثيره تمت في القاعه. بس انا عايز اسال سؤال اخير. اعتقد ان احنا بحاجه الى مور سوفيستيكيتد ستادز، يعني انا انزل تحت شويه اعمل شويه تعقيد بحثي شويه في الموضوع. لان لا يكفي الاتفاق حول المصطلحات. انا عايز اتفق حول دلالات هذه الاصطلاحات لدى الجمهور. بمعنى ممكن اسال 1000 واحد ماذا تعني او ما هي هويتك؟ كيف تقدم نفسك؟ ما هي بطاقه تعريفك لذاتك؟ هيقول لك انا مصري. لكن ما معنى كلمه مصري؟ السوفيستيكيشن في البحث الاجتماعي ده مساله احنا محتاجينها، وخصوصا في ظل متغيرات كثيره بعضها ثقافي وبعضها سياسي وبعضها اجتماعي. فبالتاكيد بيخلق نوع من انواع المعاني اللي انا اعتقد ان هي ملتبسه ومتداخله في الاذهان تجاه نفس المصطلحات. الدوله المدنيه لها مصطلحات معقده جدا. لما تيجي تتكلم عن قضية زي قضية الديمقراطية، تتكلم عن القضية اللي أثرتها الزميلة، تتكلم عن قضايا كثيرة جدا نتصور أننا نتفق عليها، نتصور هذا بحكم شيوع أو دلالة الاصطلاح، يعني شيوع الاصطلاح، لكن عندما تصل عند مرحلة التجربة، وده بقى مسألة تحليل النص والخطاب، نصل إلى المعاني التي تستدعى في الأذهان عند إصالة هذه المصطلحات. وهعطي الكلمة من الآخر إلى الأول بقى، فالدكتور مسعود، يعني أنا عندنا حوالي 6 أو 7 دقائق، وأنت حضرتك كنت صاحب النصيب الأكبر في الأسئلة والمداخلة، يعني نقول 3 دقائق لو نقدر، يعني عناوين عريضة يعني. بكل الأحوال أنا أحترم كل ما قيل حرية الرأي، ولست هنا لنقنع بعضنا بعضا، أنتم مؤرخون أساتذة كبار، كل واحد عنده وجهة نظر، أنا أقدم وجهة نظري. من ياخذ بها اهلا وسهلا، من ياخذ بها انه كان الحريه. يعني لا يجوز حصر الامور، يجب ان تكون كذا وكذا. اولا عندما نتكلم عن الهويه هناك نوعان من الحريه، من الهويه. الهويه الفرديه التي كتب عليها امين معروف كتابا معروفا والهويات القاتله. عندما تكون الهويه الفرديه تكون قاتله. تعزل نفسها عن الهويات الاخرى. فالهويه دائما منفتحه. يعني انا استغرب انه واحد اذا كان يتكلم العربيه جيد، بس اذا كان يتكلم 5 لغات مش سيء. يعني كلما تعددت لغاته بيكون افضل. الهويه بدل ما تكون انه يقال انه مصر هل هي مصريه ولا عربيه ولا لا، مصر مصريه وعربيه. وإسلامية وأفريقية وعالمية ولها دور في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة وفي دول العالم الحياد. لماذا أريد أن أحصر مصر في خندق صغير أو لا؟ فما يتعلق بثورة 1919 اللي هي نموذج الثورات العربية، يعني أولا مصطلح ثورة قرر في المؤتمر، لكن هذه ثورة
شعبية لها خصوصية. لكن ملاحظة هذه الثورة أنها نجحت بدون استخدام العنف، ولأن الظروف كانت مساعدة للقيام بهذا. نحن لا نقرأ التاريخ، نحن نكتب التاريخ ونحاول فهم التاريخ. وبالتالي لاحظنا بأن الدول العربية التي استخدمت الانقلابات العسكرية لم تنجح. غالبية الدول العربية انتقلت من انقلاب إلى انقلاب إلى انقلاب، فحظت أكثر من دولة عربية. فعمليا أحد أساتذة اللبنانيين المشهورين رئيس جامعة البرلمان كتب عن فؤاد شير وهو مصلح كبير في لبنان، لم يقم بثورة. ثم مرحلته إيفوليوشن وذات ريفوليوشن، يعني تطور وليس ثورة. فكل ما اعتمدنا التدرج في إنجاز الإنجازات نكون نبني على قاعدة ثابتة. أما القفز في المجهول ورفع شعارات تنقلب إلى ضدها في المرحلة اللاحقة، هذه عمليا بالعالم العربي لم تنتج أي إيجابيات. ونلاحظ اليوم كم دولة من التي قامت بانقلابات عسكرية تشكو اليوم قيام الدولة. ما يتعلق بالتحديث والحداثة، أنا عندي وجهة نظر شرحتها في كتابي النهضة العربية والنهضة اليابانية. فرق كبير بين الحداثة والتحديث. التحديث هي سيرورة، يعني العرب ماشيين في التحديث، إنه كل إذا كانت اقتباس، يعني نحدث الظاهر وليس الداخل وليس الباطن. فنحن نلمس أجمل ما ينتج الغرب والعطور نستخدم التكنولوجيا ولا تري، لكن لا ننتج. الحداثة هي فعل اكتمال. لا يجوز للتحديث أن يبقى تحديثا، لأنه سينقلب حتما إلى تغريب. وبالتالي لا يمكن، هذا ما فعله اليابانيون ولم يفعله العرب. أول شعار الإمبراطور ميجي كان الحقوا بالغرب وتجاوزوه، اعتراف بأن الغرب سابق. وأرسل عشرات البعثات كما فعل محمد علي وأكثر بكثير، لكن استفاد من هذه البعثات ليبني دولة يابانية. وكان شعاره الثاني التكنولوجيا غربية أما الروح يابانية. فهنا تكتمل التحديث في الحداثة، إنجاز حداثة مكتملة، نأخذ من الآخرين ونستفيد، نطور هذا الذي أخذناه لنبني مجتمع متكامل، مجتمع المعرفة الذي يعني يقاس بما ينتج ثقافيا، بما ينتج تكنولوجيا، باستخدام العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة وإلى آخره. نقطة أخيرة. لا فيما يتعلق بالقيادة، يعني سؤال أو علق المسرح الشهير الألماني بريشت عندما قرأ عبارة كل أمة تبحث عن قائد لها أو زعيم لها، فكان تعليقه ألا بئس أمة تبحث عن زعيم لها. يعني لا يمكن أن يكون الزعيم أقوى من الشعب أو يحكم باسم الشعب. وبالتالي الزعيم الحقيقي هو الذي يطور شعبه لكي يستطيع مواجهة التبدلات اللاحقة بعد وفاته. نحن أمام، عندما تكلمت على محمد علي وخلفائه قلت بأن القيادات ذهبت والإنجازات بقيت. يعني أنا لم أقل، أنا معجب جدا بإنجازات محمد علي، لكن أين ذهبت هذه الإنجازات؟ أين أصبحت مصر مع خلفائه من بعده؟ صولا للاحتلال البريطاني. إذا عمليا نحن أمام مصطلحات تستخدم بأشكال مختلفة، لا نستطيع أن نضع المفهوم مصطلح، لكن المفهوم مدلولات المصطلح تنبع من ثقافة من يتكلم بها. أنا أذكر على سبيل المثال بالنسبة للإحصائيات التي قاموا بها المستزاد، عندما وصلت إلى باريس كان هناك معرض في
في المدينة الجامعية عن لوحة ديرنيكا لبيكاسو، وهي لوحة شهيرة. وأنا من أسرة فلاحية، وآخر اهتمامي ما سمعت عن بيكاسو أو لوحات بيكاسو، أول مرة أذهب إلى باريس. دخلنا إلى هذه اللوحة لم نفهم شيء، رأس قرن ثور وكانوا يدركون أن من يجري استفتاءه يجب أن تعطيه المعرفة حتى يستطيع أن يقيم اللوحة. فأنجزوا لنا نوع من الشريط، شريط الفيلم حوالي 3 ساعة توصيل لكل نقاط اللوحة وما ترمز من أين توحى بيكاسو هذه الأجزاء. فتخرج من اللوحة أفضل 100 مرة مما دخلت إليها. عندما نسأل الطالب عن ثورة 1919 هل زولناه بسقاطة حتى نقوم له باستفتاء؟ أولا زوده بالثقافة، ثقافة علمية معمقة إلى آخره، وبعدين نجري الاستفتاء حتى يكون الاستفتاء صحيح. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا جزيلا. بشكر كل المداخلات، وأكيد هنستفاد منها عن تطوير الورقة وعند نشرها، والورقة تكون أكثر دقة وأكثر تحديدا. شكرا جزيلا. لكن هو بشكل مباشر الأسئلة اللي وجهت بشكل مباشر هو سؤال دكتورة نصر. هو بداية موقف العرب اللي في مصر حد ذاته، هو مفيش كتلة على بعضها اسمها عرب، يعني هو في فرق بين اليمن والمغاربة والسوريين وهكذا. الصراع دايما كان موجود ما بين المصريين والسوريين، كويس؟ في دايما كان في صراع مع الثورة العربية. من الثورة العربية حصل تمايز ما بين سيدنا نقاش النحات أديب إسحاق وسليم نقاش وبين محمد عبده وعبد الله النديم، تمام؟ ودوت طول الوقت أثناء فترة الاحتلال البريطاني كذلك كان في صراعات كثيرة بين الصحافة المصرية والصحافة السورية، وده كذلك استمر في الثلاثينيات وفي الأربعينيات ما بين مثلا في صراع شهير ما بين أصحاب الهلال وبين سلامة موسى، تمام؟ لكن ده لا يعني إن مصر كتير جدا بين العرب الموجودين في مصر والسوريين واللي عاشوا في اماكن زي شبرا واماكن كتير سوريين او اماكن هيعرفوا انه حصل اندماج تام، اصبحوا مصريين تماما بقصور شرقيه. طبعا يعني حضره استاذنا الجليل ممكن حضرتك ترجع لكتابه، وهو هتلاقي اسماء كبيره جدا اصلها كان اصل سوري مش شرقي، تمام؟ بالنسبه للدكتور رزق حضرتك، هو في تصور كامل او في تصور شائع يعني ان مصطلح او مستعمل او كلمه مصر ما كانتش موجوده قبل الدوله الحاكمه، ده مش حقيقي. طول الوقت حتى في العصور الاسلاميه في وجود لتمايز بين الامصار وفي فروقات. الحالات تكلمت طرحته هو مسار قانوني ممتد لمحمد علي، وهتلاقيه موجود محمد علي، لان انت الصراع كان ما بين محمد علي والدوله العثمانيه، فبدا يحصل تمايز بدأ ياخد مسار قانوني واضح ومحدد ويتطور طول الوقت. فمن حضرتك مصطلح مصري او رسم ده موجود طول الوقت. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. انتقل لحضرتك. شكرا لكل الاسئله اللي توجهت لي. هو كان عباره عن سؤال واحد، سؤال عن المعايير. وبالفعل انا العينه بتاعتي انا سالت 35 شخص عن ايه سنه 19 بيتفكروا في ايه. 14 منهم ما قدرش يتكلم غير زي ما في افيه، هو كان يوم 19 تسمعت كتير ما اعرفش سمعتها كتير. بس انا فكرت في العقد اللي انا اقول لي ايه، لان هو ده اللي عملت له تحليل. اما الجوزيف فحطيت له جدول كده في ملاحق مبنى الدراسه نفسها. بس كده وشكرا. شكرا جزيلا. هو يعني انا للاسف ما كانش فيه تعليقات على الورقه بتاعتي، بس انا يعني هكرر كلام دكتور سامح فوزي بخصوص موضوع الهويه، ان هي فعلا من القضايا المهمه، بس مش بتقتصر على علم معين، وده اللي انا بحاول اكد عليه تاني، ان هي في مجالات كتير ممكن تتناول الموضوع
بصوره او باخرى وتقدر ان هي تقدم حاجه جديده لمجال البحث العلمي ومنها علم اللسانيات. وانا سعيده جدا يعني شاركت في جلسه استفدت منها كتير وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا للمتحدثين الاستاذه اسراء والاستاذه سميه والاستاذ عبد المنعم والاستاذ الدكتور مسعود طاهر. بشكر طبعا موصول المجلس الاعلى للثقافه على تنظيم هذه الفعاليه المهمه، وعلى امل من التواصل في قضايا تحليل الخطاب وقضايا الهويه المصريه وقضايا التحديث والحداثه وجميع القضايا المهمه. اشكركم على حسن استماعكم.